النهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح هيكل الصف السادس، منهج Inspire Science. هنمشي حسب صفحات الهيكل اللي مطلوبة مننا. فأول حاجة بيكلمني عن الجاز بارتكلز. الجاز بارتكلز ليها خصائص، من ضمنها إن هي سرعتها بتكون عالية. معنى إن سرعتها بتكون عالية إن هي عندها high amount of kinetic energy، يعني الطاقة الحركية كمان ليها عالية، لأن الجاز بارتكلز بتكون بعيدة عن بعضها، ما بتكونش قريبة زي السوليد والليكويد، هي بتكون بعيدة، فبالتالي بيبقى عندها حرية الحركة، فالسرعة بتاعتها بتكون عالية والكايناتيك انرجي بتاعتها بتكون عالية كمان. الجاز بارتكلز عندها ميزة ان هي ممكن يحصل لها اكسباند وممكن يحصل لها كونتراكت، بيحصل لها تمدد وبيحصل لها انكماش. التمدد بيحصل بسبب زيادة الحرارة، احنا عارفين ان المواد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، يعني كل ما كانت درجة الحرارة عالية كل ما كان كل ما تمددت المادة، بتتمدد يعني بيزيد حجمها، معنى ان المادة تتمدد يعني زيادة في الحجم. طيب ولما تقل درجة الحرارة او تنخفض درجة الحرارة بيحصل لها contraction او بتقل في الحجم، حجمها بيقل زي ما انتوا شايفين كده. الفرق ما بين الصورتين، هنا اتعرضت لحرارة فالبالونة تمددت لان البارتكلز اللي جواها اتحركت بسرعة فتمددت يعني حجمها زاد، وهنا الحرارة بتاعتها كانت منخفضة، كانت كولد، كانت باردة، فبالتالي تعرضت للانكماش. بعد كده when the balloon was cold kinetic energy، الكايناتيك انرجي لما البالون بيبقى كولد يعني درجة حرارته منخفضة، الطاقة الحركية بتاعته بتبقى ايه، الطاقة الحركية بتاعته بتكون بطيئة، يعني الجاز بارتكلز اللي بداخل البالونة بتكون بتتحرك ببطء، ده بسبب الكونتراكشن، ده بسبب الكونتراكشن او الانكماش. لكن البالونة لما ترجع بقى للروم تمبريتشر او درجة حرارة اعلى، الجاز بارتكلز اللي داخل البالونة الكايناتيك انرجي او الطاقة الحركية بتاعتها بتزيد، فبالتالي بتتحرك بسرعة اكبر او بسرعة، وبالتالي بيحصل لها expansion او تمدد. كل دي اسئلة، طبعا اسئلة مهمة. هسيب لكم رابط البي دي اف في الديسكريبشن عشان اللي عايز البي دي اف وعايز يحل الاسئلة يتفضل. بعد كده في البيج 40 هنتكلم عن state of matter او حالات المادة. احنا عندنا المادة ثلاث حالات، solid، liquid، gas، صلبة، سائلة، غازية. changes between gases and liquids، لما درجة الحرارة بتاعت الغازات بتكون قليلة الغاز change to liquid، يعني لما تقل درجة الحرارة الغاز بيتحول لليكويد. طيب لما الغاز يتحول لليكويد ده اسمها condensation، يبقى عندنا process اسمها condensation، ده لما الماء يتحول من from gas to liquid يبقى كده حصل عندي condensation او تكثف. طيب لو العكس بقى، من الليكويد للجاز، ده بيبقى عندي evaporation، تبخر، لما يتحول من الليكويد للجاز بيحصل عندي تبخر، ومن الجاز للليكويد بيحصل عندي تكثف، والتكثف ده اللي بيكون الكلاودز او بيكون السحب، وهي دي اللي بتسبب precipitation او نزول الامطار. طيب ده لما يحصل له condensation بيكون كلاودز، بعد كده الكلاودز دي اللي بتسبب زي ما قلنا نزول الامطار، وكمان لما يحصل condensation ده اللي بيسبب ظهور الماء على النباتات في الصباح. طيب عندنا ال vaporization او التبخير، عملية التبخير دي ال opposite of condensation زي ما احنا خدنا، دي عكس ال condensation، بيتحول ال state بتاعة المادة او الماء من ال liquid للجاز.
الفابوريزيشن بيتم على مرحلتين، ايفابوريشن وبويلنج. الايفابوريشن او الايفابوريشن دي لما يحصل فابورايزيشن في السيرفس بتاعت الليكويد، يعني مثلا لو احنا بنغلي الماء في موقد كده على النار، فاللي بيحصل على السيرفس بتاع الماء ده اسمه فابورايزيشن او ايفابوريشن. طيب اللي بيتم تحت هنا ده بويلنج. بيتم البويلنج امتى؟ لما نوصل للبويلنج بوينت بتاعة الماء، لما نوصل لمرحلة البويلنج بوينت بتاعة الماء اللي هي 100 درجة سيليزية، ده بيبقى بيسبب بويلنج للماء اللي في الأسفل، لكن الماء اللي في السيرفس اللي في الأعلى ده بيحصل له ايفابوريشن. البويلنج يعني عندي الصورة هنا عايز يعرفني الفرق ما بين الايفابوريشن والبويلنج. البويلنج بينتج عنه بابلز او فقاعات، لكن الايفابوريشن مفيش بابلز، عشان كده لو جاب لي الصورة دي يبقى انا خلاص عرفت اللي بيحصل له بويلنج لازم يتكون عليه بابلز او فقاعات، زي ما احنا بنغلي الماء على الموقد دايما بيظهر فيه فقاعات كده بنشوفها. طيب بعد كده عندنا الكيرف ده او الجراف ده مهم. عندنا لما السوليد يتحول لليكويد ده كده حصل له ميلتنج، سوليد ليكويد يبقى ميلتنج، كأننا طلعنا كده التلج من الايس من الفريزر وسبناه يفك شوية فبقى ماء بقى ليكويد، ده كده حصل له ميلتنج، ذوبان. من الليكويد للجاز ده بيحصل فيبرايزنج، بيحصل تبخير. طيب من الجاز للليكويد لسه قايلينها بيحصل ايه؟ كوندنسيشن بالظبط. طيب من الليكويد للسوليد لما نحول من الليكويد للسوليد بيحصل فريزنج، تمام. دي برضو الكيرف تاني، ادي السوليد وبعدين السوليد للليكويد بيحصل ميلتنج، وطالما الستيت بتتغير، الستيت بتاعت الماده بتتغير، يبقى بيفضل درجه الحراره تزيد، هنا التمبريتشر بتزيد، او لما يوصل لمرحله الميلتنج بتفضل درجه الحراره كونستنت. بعد كده الستيت بتاعه الماده بتتغير فدرجه الحراره بتزيد. بعد كده لما يحصل بويلنج الماده بتبقى كونستنت، الماء بيبقى كونستنت او درجه الحراره ثابته. بعد كده لما يتحول لجاز درجه الحراره بتزيد. طبعا اخدين بالكم في الفرق ما بين البارتكلز، البارتكلز بتاعه السوليد بتكون قريبه جدا من بعضها، البارتكلز بتاعه الليكويد بتكون ابعد شويه، بارتكلز الجاز بتكون ابعد كتير، مسافة ما بينها كتيرة. طيب جايب لنا تلات، هنا جايب لنا تلات مواد مختلفة بيعرفني ان كل مادة ليها ميلتنج بوينت و بويلنج بوينت مختلفة عن التانية، يعني كل مادة ليها الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت الخاصة بيها، مفيش مادة زي التانية. بعد كده هندخل على thermal energy transfers page 59. عندنا حاجة اسمها closed system وعندنا حاجة اسمها open system. ال closed system هو system او نظام او جهاز مش بيعمل exchange لل energy مع ال environment، يعني ايه؟ يعني حاجة مقفولة، حاجة closed مش بتشارك الحرارة او مش بتشارك ال energy او الطاقة مع ال environment، هي مقفولة عن نفسها كده زي الميكرويف. الميكرويف ده closed system بيعمل ايه؟ مش بيتشارك بالانرجي بتاعته مع الانفايرمنت. عكسه الاوبن سيستم، الاوبن سيستم بيعمل اكستشينج او تبادل للانرجي with the environment، هو نظام مفتوح بيبادل الحرارة، الحرارة بتاعته او الانرجي بتاعته مع الانفايرمنت، زي ما نحط الموقد على النار ونسيب الموقد مفتوح ما نغطيهوش، ما نحطش الغطا عليه، فنلاقي الهواء اللي فوق الموقد بقى فيه حرارة عالية، الهواء بقت حرارته عالية. ليه؟ لأن الموقد عمل exchange للإنرجي مع الانفيرومنت حواليه. طيب عندنا نوعين من الأوبجكت، عندنا source object وعندنا receiver. source object ده يعني object أو جسم بيتلقى أو هو مصدر الحرارة، هو مصدر الانرجي، مصدر الطاقة أو الحرارة. الريسيفر هو ده اللي بيجين او بيكتسب الانرجي او الطاقة او الحرارة. يبقى السورس هو المصدر والريسيفر هو المستقبل.
يعني لو انا هسخن اكل في الميكرويف، مين عندي السورس ومين عندي ريسيفر؟ اكيد الميكرويف هو السورس، هو السورس بتاع الانرجي. طيب مين عندي الريسيفر؟ مين اللي بيستقبل الطاقة؟ مين اللي بيستقبل الانرجي دي؟ اكيد الطعام. لو حاطه توست في التوستر، مين السورس ومين مين الريسيفر؟ التوستر هو السورس، هو مصدر الحرارة، والتوست اللي انا باكله بقى سخن ده وجميل، ده اللي بيبقى الريسيفر، هو المستقبل درجة الحرارة. تمام، حد هنا؟ تمام. بعد كده بنكمل thermal energy transfers او انتقال الطاقة الحرارية. عندنا الطاقة الحرارية بتنتقل بثلاث طرق: convection و radiation. conduction توصيل، يعني لازم الجسم يكون in contact مع الجسم الآخر، لازم الجسم او الجسم المصدر الحرارة ده يكون في تلامس مع الجسم الآخر اللي هو مستقبل الحرارة. يعني زي ما لسه قايلين دلوقتي، لو جبنا التوست اللي احنا لسه مطلعينه من التوستر وحطيناه في طبق، الطبق هيحصل له ايه مع الوقت؟ هيحصل له ان هو هيسخن. ليه سخن؟ ازاي انتقلت للطبق الحرارة؟ انتقلت له عن طريق الكوندكشن. ليه؟ لانه لامس التوست السخن، فالتوست نقل الحرارة بتاعته مع الطبق، فخلى الطبق يسخن، وهيفضلوا يعملوا اكستشينج للحرارة دي، يفضلوا يعملوا تبادل للحرارة لحد ما حرارة الطبق تبقى زي نفسها نفس حرارة التوست، يعني حرارة الطبق تساوي حرارة التوست، هما اتنين هيوصلوا للسيم تمبريتشر. تمام. بعد كده البارتكلز بقى، يعني السخونه او التمبريتشر دي بتنتقل ازاي للطبق، انتقلت ازاي من التوست للطبق؟ عن طريق ان حصل كولايد او كوليجن، تصادمات ما بين البارتكلز بتاعه التوست والبارتكلز بتاعه البليت او الطبق، فبالتالي تبادل الحراره فيما بينهم. لو البارتكلز لوزست ان كايناتيك انرجي، لو البارتكلز دي فقدت طاقه حركيه هتتحرك ببطء، لكن لو البارتكلز اكتسبت طاقة حركية فبالتالي هتتحرك بسرعة. هي الطاقة الحركية جاية من اسمها، طالما الجسم عنده طاقة حركية عالية يبقى هيتحرك أسرع، لو الجسم عنده طاقة حركية بطيئة أو أقل يبقى هيتحرك ببطء. بعد كده الراديشن ده طريقة انتقال بالإشعاع، زي بالظبط طريقة انتقال الضوء من الشمس، طريقة انتقال إضاءة الفاير أو الحرارة بتاعة الفاير، وهكذا كل ده بينتقل بالراديشن. الشمس بتنقل لنا الإشعاع بتاعها أو الضوء أو الطاقة بتاعتها عن طريق الراديشن، عن طريق الراديشن أو الكترومغنتيك فورس، عن طريق الكترومغنتيك فورس، إن هي بتنقل لي الطاقة الحركة بتنقل لي طاقة الشمس، يعني عن طريق الالكترومغنتيك. ليه؟ لان الالكترومغنتيك قادر ان هو ينقل الحرارة دي في الفاكوم. احنا كل، يعني ايه الفاكوم؟ يعني الفراغ. احنا كل ما ارتفعنا عن سطح الارض كل ما قلت البارتكلز بتاعة الهواء، كل ما قلت البارتكلز بتاعة الهواء، فكل ما ارتفعنا اعلى 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 بتقل البارتكل، فنلاقي فراغات كتيرة قوي في الاتموسفير. فبالتالي الطريقة الوحيدة علشان تنتقل لينا إشعاع الشمس أو الطاقة بتاعة الشمس هو عن طريق الراديشن، عن طريق الإشعاع. أوكي، عندنا تكنولوجي اسمها ثيرموجرام، الثيرموجرام دي التكنولوجي بتقيس الراديشن given off by object، بتقيس الراديشن اللي بتظهر لي من الجسم. يعني قال لي لو الجسم ده أظهر ألوان ريدز يلو وايت، الألوان دي بتعبر عن إن الجسم ده بيكون إيه؟ بيكون عنده أو بيبعث طاقة إشعاعية عالية. الألوان دي بتدل على إن الجسم بيبعث طاقة إشعاعية عالية، اللي هو الريد واليلو والوايت. طيب لو الألوان عندي بلو وبيربل وبلاك،
لو احنا صورنا جسم عن طريق الثيرموجرام دي وطلعت لي الجسم ده بلو وبيربل او بلاك، ده بعرف ايه ان هو الجسم ده كولد او بارد او بيجيف اوف ليس راديشن، بيبعث او بيصدر اشعاع اقل. تمام. بعد كده قلنا ان الثيرمال او الثيرمال انرجي بتجيلنا اللي جاي من الشمس بتنتقل لينا على الالكترومغنت ويفز او الموجات الكهرومغناطيسيه، عشان الموجات الكهرومغناطيسيه ده نوع من الراديشن قادر على انه ينتقل في الفاكيوم او الفراغ، لان كل ما ارتفعنا لاعلى في الغلاف الجوي كل ما بيقل البارتكلز بتاعه الهواء. بعد كده عندنا حاجة مهمة جدا اسمها specific heat او الحرارة النوعية. الحرارة النوعية هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة عشان نزود temperature، نزود درجة الحرارة، درجة حرارة 1 كيلو جرام من المادة بمقدار 1 درجة سيليزية. يعني هي درجة الحرارة اللي محتاجاها عشان ارفع درجة حرارة المادة، برفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من المادة بمقدار 1 درجة سيليزية، والتعريف ده مهم جدا. كل مادة ليها الحرارة النوعية الخاصة بيها، يعني مفيش مادة زي التانية. عندنا مثلا الماء أعلى حرارة نوعية زي ما هو جايب لكم في الجراف كده، الماء الووتر أعلى حرارة نوعية. يعني إيه أعلى حرارة نوعية؟ إيه الخصائص بقى اللي بتكون عنده لما هو أعلى حرارة نوعية؟ معنى كده ان انا عشان ارفع درجة حرارة الماء محتاجة كمية انرجي كبيرة جدا. تمام. يبقى ده معنى الحرارة النوعية، هو اصلا الحرارة النوعية هو كمية الطاقة اللي لازمة عشان ارفع درجة حرارة المادة. فلو كانت السبيسيفيك هيت او الحرارة النوعية عالية يبقى انا محتاجة طاقة كبيرة جدا عشان ارفع درجة حرارة الماء. طيب يعني ايه حرارة نوعية منخفضة؟ زي مثلا الايرون والكوبر والستاند معناهم ايه؟ معناهم ان الجسم ده السبيسيفيك هيت بتاعته لو، يعني منخفضه، يعني بتحتاج طاقه قليله عشان تسخن. يعني مجرد ان احنا نعرضها لاي نوع من انواع الطاقه الحراريه بتسخن على طول. زي بالظبط لما نروح في الصيف نروح البحر، بنشوف الرمل ونشوف البحر. الرمل لو حبينا نمشي على الرمل برجلينا بنلاقي الرمل سخن جدا جدا. ليه؟ لان درجه حرارته النوعيه منخفضه، يعني مجرد ما الرمل يتعرض للشمس بيسخن بسرعه وبالتالي بيبقى حرارته عاليه. لكن البحر لما ننزل البحر بقى واحنا كده حرانين بنلاقي البحر بارد وجميل. ليه؟ لان البحر حرارته النوعيه عاليه، لانه بيحتاج كميه، مع انه متعرض لنفس كميه الطاقه اللي الرمل اخدها، نفس كمية الطاقة من الشمس اللي الرمل اخدها، ولكن الرمل سخن والماء ما سخنش، لان الماء محتاج طاقة اكبر من الطاقة اللي هو معرض ليها عشان يسخن. يبقى معنى ان هو يقول لي ان حرارة النوعية لجسم ما بتكون مرتفعة يبقى محتاج كمية طاقة كبيرة عشان يسخن. طيب لو حرارة جسم ما منخفضة او حرارة نوعية لجسم ما منخفضة، يعني هو محتاج حرارة نوعية او محتاج طاقة قليلة علشان يسخن. عندنا اهو اللي انا لسه المثال الساند والووتر الاتنين معرضين لسيم اماونت اوف هيت انرجي، نفس كمية الحرارة. طيب هنا عندنا بادئين بنفس درجة الحرارة، هما الاتنين نفس درجة الحرارة. طيب بعد كده شايفين الساند اللي حصل له درجة الحرارة زادت جدا جدا. طيب والووتر درجة الحرارة زادت بكمية قليلة، يعني معنى كده هنا specific heat low وهنا specific heat high. specific heat بقى بتاعت الووتر لما بتكون هاي ده بيديله مميزات كتير، يعني اللي هو بيحافظ على حرارة الاتموسفير، بيحافظ على المودريت كلايمت او مناخ معتدل، وكمان بيحافظ على التمبريتشر او درجة الحرارة داخل اجسامنا، ما بيخليش جسمنا يسخن قوي او يبرد قوي وهكذا. بيمنتين الهوميستيسيس او بيحافظ على التوازن في التوازن البيئي. اوكي عندنا نوعين من المواد، مواد اسمها كوندكتورز ومواد اسمها انسوليوتر. المواد الكوندكتورز او الموصلات
مواد موصلة للحرارة والكهرباء. يعني معنى كده ان هي لازم السبيسيفيكيت بتاعتها تكون ايه؟ طالما موصلة يعني انا عايزاها توصل بسرعة، يبقى السبيسيفيكيت بتاعتها لو او قليلة. ليه؟ لان انا عايزاها توصل لي الحرارة والكهرباء بسرعة جدا، اذا السبيسيفيكيت بتاعت الكوندكتورز بتكون لو. تاني نوع من المواد اسمهم عوازل، يعني مواد عازلة للحرارة والكهرباء. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزاهم يوصلوا الحرارة والكهرباء بسرعة، فبالتالي السبيسيفيك هيت بتاعتها بتكون هاي، بتكون عالية جدا، يعني بيسخنوا ببطء جدا. زي بالظبط البان دي او المقلاة دي، عندي الجسم بتاع المقلاة نفسه بيتكون من الايرون، والايرون ده كوندكتور او موصل للحرارة، يعني بيسخن بسرعة، مجرد ما احطها على النار بتسخن. طيب الهاند، هل الهاندل بتاعتها لازم تسخن؟ مش انا بمسكها من الهاندل بتاعتها، يبقى لازم الهاندل بتاعتها تكون مادة عازلة للحرارة، يعني بتحتاج طاقة حرارية كبيرة عشان تسخن، فانا مش عايزاها تسخن بسرعة، مش عايزاها تسخن بنفس النار اللي بيسخن منها الجسم بتاع البان عشان اقدر امسكها. يبقى هنا السبيسيفيك هيت بتاعتها very high. بعد كده عندنا ال water in the atmosphere، نشرح ال water in the atmosphere وال climate، ال water climate إن شاء الله في فيديو قادم.